استوديو التحليلي اكيد النهارده يمكن طبعا مباراه جيده بالنسبه للنادي الاهلي، ظروفه كانت صعبه زي ما شرحنا، المناخ، الطقس، ارضيه الملعب، لكن نروح سريعا للكابتن محمد يوسف القائم باعمال مدير الكره المدرب العام. كابتن يوسف، النهارده على ما اعتقد من تقييمك ايه للمباراه، بتشوف المباراه ازاي؟ ظروف قابلتنا لكن احنا عارفين الظروف دي بشكل كبير، تقييمك بشكل عام لمباراه اليوم وادائنا النهارده وجهه نظرك؟ يعني الحمد لله، انا بشكركم طبعا، انتم مغطيين معانا كل الاحداث من ساعه ما جينا مرور كل الظروف اللي احنا واجهناها. يمكن النهارده الامطار وقفت والملعب الى حد ما احسن من امبارح في التدريب، لكن في بعض يعني في بعض المناطق او بعض الحتت اثرت شويه في الزحلقه، وهتلاحظ ان بعض اللاعبين زحلقه. انما انا عايز اقول في النهايه، احنا يعني يمكن كلامنا قبل المباراه قلنا في 90 دقيقه هنا و90 دقيقه هناك، دايما مباراه الذهاب والعوده بانتهاء الصفاره بتاعت ال 180 دقيقه. النهارده احنا لعبنا مباراه، انا شايف مباراه جيده جدا متوازنه، خصوصا ان بتلعب ملعب بره ملعبك، بتلعب في رطوبه عاليه جدا. بس انا طبعا مش عايز اتكلم في الحاجات دي لان خلاص دلوقتي هيتقال مثلا اصل ده مبرر ومش، لا ما بنقولش مبررات، لكن لما النهارده اطلع 0-0 مع فريق زي حريق ناكرو، فريق مميز جدا، واضعت كم الفرص اللي ضاعت النهارده، فانا بقول الحمد لله. لكن النتيجه دي هتخلينا نشتغل اكتر ونشتغل بتركيز اكتر عشان ان شاء الله يوم 22 نفرح جمهور النادي الاهلي ونفرح فرقتنا ونفرح نفسنا ان احنا نتاهل ان شاء الله قبل النهائي. النهارده انا شايف ان ادينا بشكل عالي جدا، وبشكر استعادوا كانوا روحهم في المباراه. وعايز اقول كمان ان مستر كارترون حضر لعيبه بشكل مميز جدا، وفي نفس الوقت كمان غيرنا يمكن سعد سمير جاله اصابه، فطبعا مستر كارترون خد قرار بنجيب، وايضا وليد سليمان طبعا لبعده بفتره الاخيره عن المباريات فادى بشكل كويس جدا، ونزل ايمن اشرف وتم الدفع بعلي معلول امام ايمن اشرف عشان نقفل الحته اللي جنب اليمين بتاع فريق حريه كوناكري. صلاح محسن كان الغرض منه مستر باتريس ان نلعب على المرتدات، لان احنا شفنا خط ظهرهم مع مضي الوقت، وكل ما الوقت بيخش جوه المباراه خط ظهرهم بيبدا يطلع من البوزيشن بتاعه، عمال يطلع لفوق، فكان في مساحات في خط ظهرهم كويسه جدا. لو احنا كنا يعني اجدنا استغلال هذه النقطه كنا ممكن ان احنا نروح بانفرادات اكتر من كده، لكن الحمد لله بقول ان النتيجه دي هتخلينا نشتغل بشكل مركز، وان شاء الله في مباراه العوده نكون موفقين ان شاء الله.